هجيب عندي بوله الدقيق، نبعد كده شويه. روان دي مش، ده مش دقيق، ده مش دقيق. ده مش دقيق. عايزين بقى ايه؟ دقيق. الواحد بيقع عنده احساس برضو يعني. لازم الواحد يكون عنده احساس كده بالحاجه اللي هو ماسكها. يعني فكنت ايه، كنا ساعات ايه، لا بتحصل كتير على فكره عادي. احنا كنا ساعات بنعمل ايه بقى لما كنا بنعوز مثلا كريم شانتيه، فيجي ايه كل في حاجات كتير شبه بعض، الدقيق شبه الباستر كريم اللي هي الكاستر، شبه النشا، فتلاقي حاجات كلها شبه بعض، شبه البيكنج باودر. يا نهار ابيض، طب نعمل ايه طيب؟ فكنت اجيب ميه على طول، بقوم حلل الموضوع ده. لو عندي بس الكريم عايز اشوفها، بجيب شويه صغيرين واحطهم كده في ايديا واقوم ايه اقلبهم كده، طلعت لون اصفر يبقى بس الكريم، طلعت لون ابيض يبقى ايه؟ يبقى كريم شانتيه. طب كلكعت معايا تبقى دقيق. فكنت بعمل اختبارات بالحاجات دي على طول. لما كان مثلا بنبقى اكياس محطوطه عندنا في الارفف ولا حاجه، احنا ما نعرفش دقيق بالظبط،